لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بدءا بعد أن أشكر الله عز وجل على أعظم نعمه، لا أعرف نعمة أعظم من نعمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأشكر الله على التوفيق لاستذكار ميلاده الشريف، وأشكر الله على توفيقي للحضور بينكم والحديث عن بعض ما يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله، وقد خطر في بالي ولم يكن الوقت قد حدد بما ذكر قبل قليل، قد خطر في بالي الحديث عن الخطاب الإسلامي. أنا من المهتمين بتوحيد الخطاب الإسلامي وتقريبه، الخطاب الإسلامي بين القدسية والبشرية في عرض شخصية النبي صلى الله عليه وآله، وسأختزل المقدمات احتراما للذوات الحاضرين أعزهم الله وأعز بهم الإسلام، لأن كثير من الأمور واضحة، وأعرض بعض الشيء مما قد يحتاج إلى مذاكرة وتأمل ومدارسة، وهذه هي دار العلم، في شأنها أن تكون كذلك. النبي صلى الله عليه وآله قدم قرآنيا لنا أسوة حسنة، أسوة مطلقة، وهو خلقه الله بأعلى وأرفع درجات الكمال البشري، وهذه الأسوة بين أنها تكون مؤشرا للكمال عند من تتوفر فيه بعض الشروط الرئيسة، وهي من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإلا مجرد أن الإنسان يرجو الله واليوم الآخر كرجاء قلبي بدون أن يكون مؤثرا في لسانه ووجدانه وأفعاله وأركانه، قد لا يكون مؤهلا لأن يتأسى حقا برسول الله صلى الله عليه وآله. يبقى هذه الشخصية العظيمة، ما أدخل في المقدمات كثيرا، أختزلها اختزالا، هذه الشخصية العظيمة فيها عنصران رئيسان، عنصر قدسي وعنصر بشري، وخطابنا اليوم عن النبي صلى الله عليه وآله يتجاذبه اتجاهان، اتجاه يركز على العامل القدسي، العنصر القدسي في هذه الشخصية، ويبين ويجد أنه هو يعبر بصدق عن رسول الله في هذا الشيء، اتجاه يجد أن هذا الأمر ليس مناسبا كثيرا لمتطلبات العصر، فيركز على العنصر البشري النبوي، ولكل وجهه. دعونا نستعرض شيئا مما يوجه به هذا ويوجه به ذاك. مع الإقرار، إقراري أنا بالعجز عن سبر غور هذا الموضوع، فضلاً عن سبر غور هذه الشخصية العظيمة التي هي رسول الله، وكفى، رأى الله للعلياء أن تتجسد فقال لها كوني فكانت محمدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. العنصر القدسي، العنصر البشري قد يبرر بأن التركيز عليه سيجعل التفاعل العام مع هذه الشخصية والتأسي بها مفتوحا بدرجة أكبر، ويكون فاعلا مؤثرا في الواقع،
محفزا لعناصر الخير والصلاح عند الناس لأن تتحرك بالاتجاه السلمي. وفي الرواية عن عبد الأعلى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، ولعل أكثر شخصية بعد أمير المؤمنين عليه السلام الذي نتشرف بجواره، قدمت لنا معالم شخصية النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الفرع من هذه الدوحة الإمام جعفر الصادق عليه السلام. لو أردنا أن نحصي الجوانب التي أشار إليها لأخذ هذا منا وقتا طويلا، وتطلب أصلا ربما كتابة موسوعة في هذا الشأن. رسول الله في خطابه وفي كلام الإمام الصادق عليه السلام حديث مفصل جدا، لكن الآن أشير بعض الشيء إليه. وهذا الحديث الذي أريد أن أقرأه ينبه إلى جهة مهمة، وهي أن الإغراق في الحديث عن القدسية قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الاستغراب والانفصال وبعض الأمور التي قد يكون ما أدري شنو أعبر عنها، اسمحوا لي أن أترسل معكم. البعض قد يفهم ما لا يعرف من الغيب أنه مغالاة، هكذا يفهمه، والشعور بالمغالاة والقلق منها وفي كثير من الأحيان هم يكون له آثار سلبية. هذه الرواية تلامس شيئا من هذا الجانب، وهذا فيه خلل من جهة، لكن فيه من جانب آخر عنصر حقيقي وواقعي. الرواية أيضا تشير إلى هذا الذي التي أريد أن أقرأها وأعرضها أمامكم. عن عبد الأعلى قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إنه ليس من احتمال أمرنا التصديق له والقبول فقط، ومحور أمرهم صلوات الله عليهم جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هو هذا نقول أمرنا، وهذا الأصل، هو أن المحور هنا. تتمة الرواية: من احتمال أمرنا ستره وصيانته من غير أهله، فاقرأهم السلام وقل لهم: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، حدثوهم بما يعرفون واستروا عنهم ما ينكرون، إلى آخر الحديث. فإذن الأمر عندما يكون عظيما مغرقا في الجانب الغيب القدسي قد يكون يوجب شيء من الاستغراب والبعد عن هذه القضية، وهذا يبرر به التركيز على العنصر البشري في شخصية النبي صلى الله عليه وآله، وكأنه الجانب القدسي فيه ذيك الخيارات. نأتي، وكما قلت لابد أن أختصر، الجانب القدسي أيضا له وجوهه ومبرراته. أولا ذكر الفضل والفضائل، ثانيا المعرفة بقدره صلى الله عليه وآله التي هي من أهم معارف الدين، ثالثا بيان الحقيقة وعدم كتمانها. وقد قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إذن هذه الحقائق إذا ما تذكر كيف تحفظ؟ لأن بعض الحقائق إذا أزدل عليها الستار تندرس تدريجا، واندراس الدين من أعظم الخيانات. فإذا الأمور لابد أن تحفظ، لابد أن يكون هناك توازن في هذا الشأن. على أي حال، أنا لا أريد أن أحسم الأمر بسرعة وأبين رؤيتي المتواضعة، وإنما أفتح نوافذ الأولويات والمرجحات أمامكم. وأغلبكم من أهل الخطاب، من أهل الخطاب الديني الذي لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار هذا. أفتح بعض النوافذ في هذا المجال ربما تساعد لأن تركز شيئا من الضوء في بعض النقاط الحساسة المرتبطة بالموضوع. واحد، البشرية
هل تكتفي بالتركيز على العنصر البشري؟ وهي البشرية بطبيعتها عندها نزوع نحو الغيب، والنزوع نحو الغيب إذا لم يملأ بالحق اندفع باتجاهات باطلة. وقد تجدون الميول نحو العلاقة مع الجن والسحرة والعلاقة مع الغيبيات، واللي بعضها قد يكون يعبر عنها تعبير علمي أو يكون لها وجه علمي باراسايكولوجي وإلى آخره من هذه القضايا، قد تجدون الاندفاع في هذا الشأن مفرطاً في المجتمعات المغرقة بالمادية. ليش؟ لأنها تشعر بنهم وبفراغ، لا بد أن يملأ هذا الفراغ. وإذن العنصر الغيب القدسي هو حاجة بشرية، ومن هنا سنصل إلى التوفيق شيئاً ما بين هذه، نخرج من جدلية ما هو قدسي وما هو بشري باتجاه تأصيل البعد القدسي كملئ للفراغ البشري والحاجة الطبيعية. المكابرة في هذا الشأن تجعل المكابرين مهما قدموا رؤاهم ومهما قاموا بتوبيخ من يتحدثون عن الأمور الغيبية القدسية، تجعلهم معزولين عن الواقع. مهما قدموا من فكر لم يجدوا أحدا يرده عليهم فكريا، لكن من ناحية واقعية الواقع هو يحكم. البشر هم عنده حاجات، القفز على هذه الحاجات يجعل الإنسان غريبا ضعيفا بعيدا عن الواقعية، لا يكون واقعيا. قال الله تعالى: وقالوا، وهذا مؤشر على الحالة البشرية عند الكافرين، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هم كأنما يجدون أن العنصر الغيبي القدسي هو الأساسي في شخصية الرسول، فهذه الخصوصية البشرية استثقلوها، مع أن هؤلاء ليسوا بمؤمنين ولكنهم مؤشرون على هذه الحاجة البشرية الأساسية التي لا غنى عنها ولا مناص منها. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. فكأنما بشريته عندهم ماذا أوجبت؟ أوجبت إبعاده عن مقام الرسالة ولو بسبب قصورهم إلى آخره. أيضا الجانب القدسي في شخصية النبي، بل حتى في شخصية أهل البيت صلوات الله عليه، في شخصياته الجانب القدسي حفل به القرآن. جزى الله أخانا الذي سبقنا بأن أخذ طوائف من آيات الكتاب فتلاها علينا وافتتح بها حفلنا، لأنه أخذ طوائف من الآيات ما ركز على طائفة واحدة، وكانت هي عادة تركز على هذا البعد. منها: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. أنا ما أشوف زين، ما كذب لو ما كذبه ما كذب، يعني قرأتها على سجيتي صحيحة الحمد لله، لكن احنا طبيعتنا نحتاط. ما كذب الفؤاد ما رأى. أيضا بالنسبة إلى عيسى، والمشكلة مع عيسى في العنصر الغيب تعرفون إلى أين جرت، جرت الدواهي في الجانب يعني الموضوع التوحيدي. هو القرآن تحدث عن هذا الشأن: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.
ويوجد لدينا نصوص غزيرة كثيرة إلى حد توجب التواتر عند من له مستوى متوسط من الإدراك لعناصر تكون التواتر من حيث الرجال ومن حيث الكتب ومن حيث المتون، لأن أنا أعتقد أن التواتر هو ليس قياساً عددياً وإنما هو مرتبط بقدرة الإنسان الإدراكية لمعرفة القرائن التي توجب عندما تتراكم متصل بنا إلى القطع بالصدور. هذه النصوص توجب التواتر بلا إشكال، حوالي 70 حديث، 70 حديث يرد لها ليالي مو أيام حتى الليلة يصير بها مجال أكثر للسهر العلمي لأجل الحديث عنها. هي تتحدث عن مفهوم روح القدس والروح وكيف أن هذا الروح ويسدد النبي صلى الله عليه وآله، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن هذا الموضوع القدسي، القرآن هو يمثل خطابنا الإسلامي الأول، هو محورنا، هو أسوة الخطاب، هو والحديث الشريف هو أسوة الخطاب الأولى. فعندما يركز على الجانب القدسي لا يمكن بحال أن نهمش هذا الجانب وأن نعطله، بالعكس لابد أن نأخذه كعنصر أساسي حاضر. يبقى الخطاب السليم الناضج الواعي المدرك لمخاطبه وتحديات عصره. أنا أعتقد أن الخطاب هو جزء أساس من مقوماته هو إدراك خصائص المخاطب وحاجاته، وليس فقط الالتفات إلى ما نخاطب به ومضامينه. فهنا نحتاج إلى كفاءة عالية في تقديم الجانب القدسي بطريقة مناسبة للإدراك والحاجة البشرية العامة من أجل ملء الفراغ الضروري في هذا المجال، كما أشرت إلى هذا. وكما يبدو أن الوقت قد أدركني إلى حد لم يمهلني لأن أتكلم ببعض التفاصيل الأخرى القدسية والبشرية. كنت أريد أن أخذكم بجولة تأخذ المادة القدسي والجزر البشري مرة ومرة أخرى ومرة ثالثة من أجل إغناء المطلب وإثراءه، دون أن أتطفل في أن أذكر نتائج حاسمة وقضية نهائية، وإنما أبقى أعرض الأمر أمام الباحثين والعلماء والأساتذة الكرام. على أي حال أكتفي بهذا المقدار، أشكر الله سبحانه وتعالى على التوفيق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من رؤية نبيه صلى الله عليه وآله يوم نلقاه. عندنا في نصوصنا أن المؤمن عندما ينزل به الموت يحضره رسول الله، ليس فقط في أثناء أعماله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، بل حتى عند الموت يتلقاه النبي صلى الله عليه وآله. اللهم إني آمنت بمحمد ولم أره فأرني في الجنان وجهه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.